التدخل التركي في ليبيا أصبح يهدد الأمن القومي العربي ككل، هذا ما صرح به الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث قال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن تصرفات تركيا تمس وتستهدف الأمن القومي العربي، مشددا على ألا يكون لجامعة الدول العربية أن تقبل بمثل تلك الانتهاكات. أبو الغيث في تصريحات صحفية أكد على أهمية مبادرة إعلان القاهرة التي تم إعلانها مؤخرا، وأشار إلى أنها ستلقى مساندة عربية إقليمية ودولية واسعة، مضيفا إلى أن إعلان القاهرة هو مبادرة مهمة ويضع خارطة طريق متكاملة لتسوية الأزمة الليبية. هذا فيما أكد أبو الغيط على التزام الجامعة بمواصلة جهودها في سبيل التواصل إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، ثم دفع عملية سياسية جادة وجامعة بقيادة وملكية ليبيا تفضي إلى استكمال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وذلك على النحو الذي توافقت عليه الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين واعتمدها مجلس الأمن ودعمها إعلان القاهرة. وفي هذا الصدد طلبت جامعة الدول العربية بتجديد الالتزام الدولي بتنفيذ خلاصات مؤتمر برلين بكافة جوانبه واحترام كل من توافقت عليه الأطراف المشاركة فيه، داعية إلى توحيد المواقف بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتمكينها من الاضطلاع بكامل مسؤولياتها من أجل إرساء السلام والأمن في ليبيا. وشدد الأمين العام على أن هذه الجهود وتلك المسارات لا يمكن أن تنجح إلا في مناخ يخلو من كافة التدخلات الأجنبية وبعيدا عن التهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة. لقناة ليبيا الحدث، أبو بكر يحيى.